سعدتم أوقات المشاهدين. تفعيل دور المجتمع الشبابي ليكون رديفا لعمل المؤسسات الخدمية والاقتصادية للارتقاء بالأعمال وضبط الأسعار وحماية المستهلك ولتناسب طموحات المواطن في هذه الظروف كانت كلها حاضرة اليوم في الندوة التي أقامتها مؤسسة بصمة شباب سوريا الأهلية. حديث الشارع السوري اليوم هو الحال الذي وصلت إليه الأسعار والمستويات الجنونية، حيث اجتمعت عوامل عدة ساهمت في هستيريا أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص والسلع الأخرى بشكل عام، فحلول الشهر الكريم من جهة والحرب على العملة الوطنية من جهة أخرى وزيادة الرواتب، كل ذلك أدى إلى فتح شهية تجار الأزمات الطامعين بالثروة على حساب معاناة المواطن. نحن كمديرية كثفنا دورياتنا، ألحقنا هلا بجهاز الرقابة عنا 53 مراقب إضافة لل 45 الموجودين، تقريبا صار في تواجد بالسوق أكبر من هيك، انتشار أكثر بدورياتنا هلا، إن شاء الله بالأيام القادمة بتلاحظوا هالموضوع أكثر، يعني صار عوض ما يكون دورية حماية مستهلك بمنطقة واحدة بصير عندنا 4-5 دوريات منتشرين فيها، بصير أكثر رداعة وأكثر يعني مخال عن مصدر السوق أكثر من هيك إن شاء الله. نحن بحاجة إلى مقترحات وآليات قابلة للتنفيذ، مو مجرد نسمع عبارة عن مقترحات غير قابلة. الهدف من هذا الموضوع أن التواصل مع الجهات الحكومية المعنية كافة بكل هالأزمة وليس شخص محدد أو جهة محددة، تتفاعل مع هالمجتمع الشبابي اللي عم يعيش هالأزمة مثل من كل فئات الشعب، وبلش الشباب السوري ياخد دوره الحقيقي بالشارع. إجراءات عدة اتخذت لوضع آليات مناسبة لمراقبة الأسعار وملاحقة المتاجرين بلقمة عيش الناس، يضاف إلى ذلك تفعيل دور المجتمع الأهلي لمحاصرة الجشع ومقاطعة البضائع التي لا يعبر سعرها عن قيمتها الحقيقية. حيتم اقتراح الآليات المناسبة لنقوم بتفعيل دورنا نحن كمجموعات شبابية في هذه الأزمة، لأنه لازم نفعل دورنا كشباب ومجتمع أهلي، لازم نفعل حالنا على أرض الواقع، نساعد الوزارات المعنية، نوصل لصيغة مشتركة أو مقترحات معينة ممكن تساعدنا بأنه نحن نحمي المستهلك من غلاء الأسعار ونفرض العقوبات على كل المتلاعبين بقوت الشعب اليومي. تستمر المساعي لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وإصلاح الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات بفعل الإرهاب للحد من معاناة المواطن. العالم كان يعرف سوريا بأم الفقير، حيث كان كل شيء متوفرا فيها وبأسعار تكاد أن تكون رمزية، ولأن سوريا أمنا جميعا فكل فرد معني باتخاذ خطوة تجاه المجتمع لنقضي على الأسعار التي سبقت الدخل بألف ميل. لأخبار التلفزيون رانيا العلي. تشهد الأسواق السورية حالة من ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والتي تتفاوت بين بائع وآخر، ما جعل المواطنين يتخوفون من زيادة أكبر في الأسعار مع قدوم شهر رمضان المبارك. هو شهر الخير، نستقبله بالصوم والدعاء، وتتوجه دعوات المواطنين إلى أن تبقى الأسعار على ما هي عليه وتبارك انخفاضها، إلا أن هذه الدعوات ستبقى في إطار التمنيات في ظل معاناة المواطن من غلاء في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والخضروات التي يكثر استهلاكها في شهر رمضان المبارك. البيضات 500 ليرة، كيلو جبنة 600 ليرة، أني أنت زيت الآن اللي للقليح 400 ليرة. إن شاء الله إحنا على شهر رمضان نتأمل الخير يعني، وبعتقد أنه شهر رمضان كله خير وبركة، وبتمنى من الدولة تكون يعني تنظر بهالوضع هذا، بيكون الافضل يعني انه بس لو تكون في شويه مراقبه بشان الاسعار، التجار هن المسؤولين، بس انه لقمه العيش للشعب السوري حرام يعني نحارب فيها هي. الاسعار كثير مرتفعه، يعني ما حيطلع بايدي اقول لك شيء. وبالرغم من التفاوت بالاسعار بين بائع واخر، الا ان القيمه الشرائيه والحاجه لتامينها جعلت المواطنين يعيشون حاله من القلق والخوف من ارتفاع جديد للاسعار مع قدوم الشهر الفضيل. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، أين هي الرقابة التي من المفترض أن تحمي المواطن من جشع التجار الذين استغلوا الأزمة الراهنة وابتلعوا بطريقهم كل حقوق المستهلك؟
التجار كله مثلا كل محل بلاقيه على كيفه، عرفتي شلون؟ يعني واحد مثلا ببيعك علبة المحارب 150، الثاني ببيعها ب 190، الثاني ببيعها 225، يعني هن على كيفهم صارت الشغلة. يعني بعد سنتين من الحرب هلا هيك الأمور كثير ممتاز الحمد لله، يعني نأمل إنه يكون الوضع أحسن بالمستقبل. يعني ما نعم نصدر لبرا لنقول إنه ما في، الحمد لله الخير كثير وكل شيء صار ببلدنا الحمد لله. ألف نعمة، واقفين عجرياتنا ونحن السوريين منضل قويين. ما في مراقبة أبدا، ما في مراقبة. تبقى حقيقة الأسعار المعلن عنها في النشرة التأشيرية التي شرعنت جشع التجار وعلى القدرة الشرائية للمستهلك مجرد حبر على ورق فقط، لأنها لم تلقى الالتزام من جانب الفعاليات التجارية، بل استخدمت في المحصلة لتضليل المستهلك، ولم يؤمن بفاعليتها سوى القائمين عليها فقط دون أن نسمع بصدى جدواها على المستهلك أو على الأسعار. أبدى خبراء اقتصاديون في مصر خشيتهم من تزايد سوء صورة الاقتصاد المصري عالميا بعد قيام وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني بخفض تصنيفها لديون مصر طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من بي إلى سالب بي بعد الاضطرابات التي أعقبت عزل مرسي. وأشار الخبراء إلى أن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للديون السيادية طويلة الأجل لمصر بالعملة المحلية والأجنبية يعني استمرارا مسلسل تعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات و800 مليون دولار، كما أن اتجاه مصر للحصول على القروض من الخارج سيكون أكثر صعوبة. وإلى أوروبا، حيث أكدت اليونان أنها ستبرم اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول خفض عدد الوظائف العامة، ما يفتح الباب أمام حصولها على جزء جديد من القروض بقيمة 8 مليارات يورو. ويطالب خبراء أو من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي أثينا يطالبونها بضمانات في مجال إلغاء وظائف في القطاع العام وضبط الموازنة. وكانت وزارة المال اليونانية قد أعلنت أمس أنه تم إحراز تقدم كبير بعد مباحثات مع الجهات الدائنة. وقبل الختام مشاهدينا، نتوقف مع أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة والصادرة عن مصرف سوريا المركزي. ليلة طيبة أتمناها لكم مشاهدينا، عودة إلى سمر وكريم. شكرا مروة. شكرا مروة. شارك فريق